السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله متابعينا ومن كل طلبة وطالبات الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعينا في الكويت ومن كل مكان. رحب فيكم في باكورة حلقات برنامج ناجحون من وطني الذي تقدمه مجموعة مبادر. بشكل سريع، مجموعة مبادر هي مجموعة تطوعية كويتية غير ربحية تسعى لتقديم كل ما ينفع الطالب الكويتي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا البرنامج واحد احدى انشطه المجموعه الاعلاميه اللي يعرض سير لنماذج ناجحه وكويتيه في الكويت، ونطرحها كالهام ونموذج للطلبه بانهم يستفيدوا من خبراتهم ومن المهارات وكيف اجتازوها. ويقول الدكتور مصطفى السباعي: لا ينمو العقل الا بثلاث: ادامه التفكير ومطالعه سير الناجحين واليقظة لتجارب الحياة. فهذا اللقاء نبتدي فيه مع ضيفنا خريج جامعة الكويت، كلية الهندسة والبترول سنة 87، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية الوطنية، المهندس محمد غازي المطيري. رحب فيك أبو غازي. الله يحييك أخ خالص، وأنا طبعا سعيد بهذا اللقاء وسعيد في هذا النشاط. طلعت على نشاط مبادر، وأنا بالخدمة يعني في خدمة الطلبة وزملائنا الطلبة وأبنائنا في أي شيء يفيدهم. احنا سعداء جدا بالتواصل معك أبو غازي. نبلش أول شيء معك في فترة بداية حياتك الشخصية، من مرحلة الطفولة إلى المرحلة الثانوية اللي هي ما قبل الجامعة. كيف كانت المرحلة هذه في حياتك؟ وشنو كان دور الأهل والوالد والأصدقاء في استقرار شخصيتك والتأثير على قراراتك في المرحلة هذه؟ طبعا اذا نرجع للبدايه، انا طبعا سعيد اني يعني بدات ونشات في قريه الفنطاس، وهذه المنطقه مثل باقي مناطق الكويت مميزه في الناس الطيبين واهلها، يعني اللي لهم سمعتهم الطيبه كسائر مناطق الكويت. وتدرجت كتدرج تعليم المراحل الابتدائيه المتوسطه وبعدين المرحله الثانويه، وبعدها التحقت في المرحله الجامعيه يعني مثل ما وتسلسل. زين أبو غازي، في المرحلة هذه هل شاركت في العمل التطوعي أو في الأنشطة التطوعية؟ وشنو رأيك بالعمل التطوعي بالذات في المرحلة هذه وتأثيره في بناء الشخصية؟ والله طبعا يعني مثل ما تعرف أهل الكويت يعني جبلوا على العمل التطوعي منذ قديم الزمن، فتلقاهم دائما متعاونين، يبرز العمل التطوعي في الكويت يعني خصوصا في فترات الأزمات. فيعني أهل الكويت معروفين بهذا العمل. يمكن المرحلة الحالية بدأ شوية الإعلام يركز، وبدأت تظهر بعض الأعمال التطوعية والمبادرات الشبابية اللي طبعا نشجعها وتميز الشباب الكويتي. زين أبو غازي، خلنا ننتقل الحين إلى مرحلة الحياة الأكاديمية وبالذات جامعة الكويت. بس في البداية أبو غازي، في اختيار التخصص، ليش اخترت تخصص الهندسة الكيميائية؟ وهل كان لسوق العمل تأثير في اختيار التخصص؟ هو طبعا في البدايات انت في من تبدأ المرحلة الثانوية خصوصا تدخل في السنة الأولى والسنة الثانية، يبدأ يتبلور عندك الفكر والتخصص اللي انت ترمو إليه. يعني طبعا الواحد لازم يضع خطه، يضع يعني تصور للمستقبل. في تلك الفتره طبعا كان تخصص العلمي والادبي، كان عندي ميول شويه في حب الجانب العلمي، ودخلنا طبعا الجانب العلمي، وكان في تصور في ذاك الوقت ان يعني الهندسه ممكن الواحد يعني يعطي اكثر وتكون يعني جانب مهم ومحبب لدى يعني الشاب الكويتي، خصوصا ان مجال الهندسه مجال فيه ابداع وفيه تقدم، وممكن تبلور افكارك ويعني تستفيد من العلم اللي انت درسته في تطبيقات عمليه. حلو ابو غازي. زين ابو غازي، شنو سبب اختيارك للدراسه في جامعه الكويت، وليش مثلا ما اتجهت للابتعاث في الخارج؟ في ذيك الفترة كان طبعا مجال الابتعاث موجود، ليس بالأعداد الحالية حاليا الموجودة الآن، لكن كان في مجال. أنا درست الوضع ووجدت أن جامعة الكويت
في ذاك الوقت كانت الأنسب لي. عندي زملاء ذهبوا إلى الولايات المتحدة، وعندي زملاء كذلك التحقوا في جامعة الكويت، فكان هي عبارة عن اختيار شخصي. يعني كنت أفضل أن أدرس في جامعة الكويت، خصوصا أن كان يعني سمعة جامعة الكويت يعني من الجامعات القوية. حلو. زين أبو غازي، الحين كل طالب يعني عموما كل التخصصات يواجه صعوبات في بداية الدراسة، وقد يتعثر في مواد دراسية ويصاب بإحباط شديد، وبالذات طلبة الهندسة مثل ما أنت عارف اللي يتعثر بمادة وكذا، ويوصل لمرحلة أنه قد يتراجع عن التخصص بسبب صعوبة التخصص. ففي المرحلة هذه أبو غازي، شنو الصعوبات اللي أنت واجهتك في المرحلة الجامعية، وشلون قدرت تتأقلم وياها وتتجاوزها؟ مثل ما هو معروف طبعا، الدراسة الجامعية الأكاديمية مختلفة عن المرحلة الثانوية. ممكن يواجه الطالب صعوبات عديدة، يمكن أهم الصعوبات اللي هي اللغة الإنجليزية، بحكم أن منهج يعني الهندسة أو الدراسات العلمية الأخرى يعني مناهج علمية مطورة في بلاد يعني الغرب. المنهج يعني كامل، يعني المناهج مشابهة. فالصعوبة الأولى صعوبة اللغة الإنجليزية، ولكن يتغلب عليها الطالب بدراسة اللغة، سواء في جامعة الكويت كان في دورات تمهيدية، وكذلك في دراسة المعهد في الولايات المتحدة. فأنا أشوف أن اللغة هي أهم عقبة. بالنسبة للطلبة اللي يدرسون في الخارج، يمكن عندهم عقبة البعد عن الوطن والغربة، لكن يعني بجهد الشباب ومثابرتهم وكذلك هدفهم لتحقيق هدف سامي، حصول على الشهادة الجامعية والعودة لخدمة بلدهم، يعني أنا متأكد أن الشباب الكويتي قادر على يعني تحقيق يعني هذه التطلعات. زين أبو غازي، في مرحلتك الجامعية هل شاركت في أنشطة تطوعية خلال مرحلة الجامعة استقرت شخصيتك؟ وشنو المهارات اللي كطالب، انا حاليا طالب او اي طالب يتابع اللقاء هذا، شنو المهارات اللي يحرص انه ينميها تفيده في المجال المهني وما بعد الجامعه؟ وطبعا مهم الجانب التطوعي مهم، ومثل ما انتم يعني طلعت على يعني مبادرتكم مبادره مبادر، الجانب التطوعي خاصه في توعيه الطلبه الجدد، هذه من اهم الاشياء اللي شاركنا فيها. الأنشطة الجامعية التطوعية كذلك، يعني إحنا في الكلية سواء كلية الهندسة أو الكليات الأخرى لابد يكون للجامعة نشاط، وهذا النشاط الطلبة يبادرون لدعم هذا النشاط للجامعة، فهي يعني اعتماد الجامعة على الطلبة لتنمية بعض الأنشطة داخل الجامعة. هذا الجانب التطوعي. في جانب تطوعي في المجتمع كذلك، عندنا يعني مساهمات لابد ان الواحد يساهم، سواء اي نشاط في المجتمع، حملات تبرع، حملات يعني ممكن يساهم في نشاط معين. والجانب التطوعي مهم، لان يعني قيمه الانسان تبرز وتنمو من مساهمته واعطائه للاخرين. فمثل ما انتم تعملون وغيركم، توعيه يعني الدارسين الجدد هذا من افضل الانشطه، وكذلك الانشطه الاخرى اللي تدعم المجتمع. ابو غازي، ننتقل معاك الى المرحله اللي ما بعد الجامعه اللي هي الحياه الوظيفيه، ودنا نستعرض يعني مسيرتك العمليه ما بعد الجامعه، وشنو اول وظيفه انت توظفت فيها، وشنو الصعوبات اللي واجهتك من النقله من الحياه الجامعيه لاول سنه عمل، وشنو المشاكل اللي واجهتك في الفتره هذه؟ وطبعا أنا الحمد لله يعني بعد التخرج كانت الفرص متاحة يعني في العمل في القطاع النفطي الكويتي، وأنا اخترت التقديم على شركة البترول الوطنية الكويتية بحكم التخصص الهندسة الكيميائية، يعني يلائم أكثر شركة البترول الوطنية الكويتية، وكذلك يلائم شركات أخرى. أنا فضلت التحق في شركة البترول الوطنية، وبالتحديد في يعني مصافي التكرير، وكان وقتها تم قبولي في دائرة العمليات في مصفاة ميناء عبد الله، وبدأت المسيرة كمهندس عمليات، والحمد لله تم التدرج يعني حسب السيرة الذاتية إلى أن وصلنا الآن إلى يعني رئيس تنفيذي للبترول الوطنية.
زين أبو غازي، شنو رأيك في الكثير من الشباب يردد أن عدم أهمية الدراسة بالذات التخصصات الهندسة في المجال النفطي، كون أنه ما يستخدم إلا القليل مما تدرب عليه ودرسه في كلية الهندسة، فشنو رأيك في هذا الكلام؟ لا بالعكس، هذا الكلام يعني لو تنظر إلى تخصص الهندسة هو من العلوم يعني اللي موجود فيها تطبيق عملي لما درسته، يعني أكثر يعني من التخصصات الأخرى. لكن الهندسة يعني تخصص مهم، من تبدأ العمل وأنت تبدأ في تطبيق ما درسته، يعني سواء يعني جميع فروع الهندسة يتم تطبيق ما درسته في مجالات يعني عملية داخل القطاع النفطي. فبالعكس أنا أشوف أن الدراسة الأكاديمية هي مرحلة أولية لتطبيق ما تم دراسته في المجال النفطي. طبعا في بعدين مجالات أخرى يعني لا تدرس بالجامعة، تمارسها ممارسة عملية وتكسب منها الخبرة، منها يعني صناعة التكرير، في مجالات يعني تأخذ خبرة بعد التخرج من الجامعة، لكن مرحلة الجامعة مرحلة أساسية يتم معظم يعني ما تعلمته تطبيقه في يعني الهندسة، وفي أمثلة كثيرة يعني سواء يعني في تخصص الهندسة الكيميائية أو تخصصات الهندسة الأخرى. حلو أبو غازي، في عدد كبير من طلبة أمريكا يختار الجامعات السهلة دراسيا أو ذات المستوى الأقل من المتوسط، جازمين بأن المعدل ومستوى الجامعة لا يؤثر في الفرص الوظيفية في القطاعات الحكومية بشكل عام وبقطاع النفط بشكل خاص، فشنو رأيك في هالاختيارات هذه؟ والله أنا ما أؤيد يعني الاختيار السهل، أنا أفضل دائما الطالب يتجه إلى التحصيل العلمي ويتجه إلى أفضل الجامعات، ويعني ثق تماما أخ فارس بالنسبة يعني لها مردود على مستوى الطالب ومستواه العلمي، مستوى الطالب العلمي اللي يدرس في جامعة ذات سمعة وذات مستوى أكاديمي عالي راح ينعكس على مستواه الوظيفي، يعني مسيرته الوظيفية راح تكون انعكاس لما تعلمه. أنا ما أفضل يعني الطريق السهل أو أن يعني يجد مثلا جامعة سهلة وبالنهاية لما يواجه صعاب العمل ما يلقى الأدوات اللازمة اللي تساعده في تطبيق ما يعني ما تعلمه. فأنا أنصح الشاب الكويتي أن يعني يتجه إلى التعليم الجدي، ومرحلة الجامعية يعني عادة من ما بين يعني 4 إلى 4.5 سنوات يبذل مجهود قوي في هذه الفترة، يبذل جهد مضاعف ومردوده راح يكون واضح على يعني مسيرة العملية. وإحنا لاحظنا الشيء هذا في الشركات النفطية، أن يعني الشاب أو الشابة اللي متخرجين دائما الممتاز يستمر يعني كمستوى وينتج أكثر يعني مقارنة بتحصيله العلمي. أبو غازي، أنت تميزت كموظف وبين أقرانك بالذات في القطاع النفطي في تسلسلك الوظيفي وتقلدك المناصب من المراحل الأولى إلى أن تقلدت منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية الوطنية، فما هو سر هذا النجاح؟ والله يعني أول شيء التوفيق من رب العالمين، يعني الواحد يبذل مجهود لكن التوفيق فعلا من رب العالمين. ثانيا يعني يأتي بعد ذلك يعني الإخلاص في العمل، يعني تبدأ في حياتك العملية تبذل مجهود بحيث أنك أنت يعني لابد أن تضع بصمة ولابد أن تبذل مجهود بحيث يكون عندك يعني إنتاجية مميزة. فسر النجاح أنا أعتقد هو العطاء، والعطاء مهم بدون مقابل، يعني أنت تعطي وأولا خدمة لبلدك، خدمة لشركتك، وثق تماما النتائج راح تأتي وتنعكس على يعني يكون لها مردود يعني على أدائك، يعني ما تنظر إلى الترقيات. ودائما أنا أنصح الموظفين الجدد سواء في اللقاءات، يعني الشخص الممتاز واللي ينتج ثق تماما أن المناصب راح تسعى له، يعني هو ما راح يسعى للمنصب،
راح يعني المنصب يبحث عنه بحيث انه يعني يقال ان هذا الشخص مجتهد، اذا يستحق الترقيه الفلانيه، يستحق المنصب يعني الفلاني. والحمد لله يعني احنا في بلد يعني مميز، وبلد يميز دائما الموظفين المتميزين، وشركه البترول الوطنيه كسائر الشركات الاخرى يعني الحمد لله مليئه بالمميزين. ويعني مثل ما قلت يعني الشخص الكويتي مميز بعطائه. واجد خلينا ننتقل بشكل الى مرحله القطاع النفطي بالذات، ونسالك بعض الاسئله عنها. واجد مشروع المصفى الرابع من المشاريع النفطيه الكبيره للدوله، واللي راح يكون لها مردود ودخل مادي كبير للدوله، فما هو حجم الفرص الوظيفيه اللي ممكن يفتحها هالمشروع للشباب الكويتي؟ نعم، هو طبعا مشروع المصفات الحين احنا نسميه مشروع مصفات الزور بحكم ان موقع المصفاه. بس قبل لا اتكلم على مصفات الزور، احنا عندنا مشروعين توأم نسميهم، مشروعين ضخمين ما يصنفون في ميجا بروجكت، وهما يطوفون 4 مليار دينار. المشروع الاول هو مشروع الوقود البيئي، وهو مشروع يعني ملازم واخ شقيق لمشروع مصفات الزور. مشروع الوقود البيئي ياتي لطبعا تطوير المصافي الكويتيه، بالذات مصفات ميناء عبد الله ومصفات ميناء الاحمدي. ياتي هذا التطوير بعد بناء هذه المصافي وتطويرها في الثمانينات، فبعدها صار في عندنا نقله نوعيه في المنتجات في العالم. فيأتي هذا المشروع الضخم ليواكب، لكي ننقل المنتجات الكويتية تواكب المنتجات العالمية وفتح أسواق جديدة. فمشروع الوقود البيئي مشروع ضخم وجبار، وكذلك مشروع مصفات الزور مشروع ضخم وجبار. سيتم بناء أكبر مصفاة من مرحلة واحدة في مستوى العالم، يعني يمكن يوجد مصافي الآن كبيرة في العالم بس منيت على مراحل. مصفات الزور راح تكون أكبر مصفاة تبنى في العالم في مرحلة واحدة، وراح تصل الطاقة التكريرية إلى 615,000 برميل في اليوم. وإحنا عندنا خطة يعني طويلة الأمد لاستقطاب الشباب الكويتي من الجنسين ومن جميع التخصصات، وبدينا بالفعل بتنفيذ هذه الخطة من تقريبا أكثر من سنة، وراح نستقطب يعني وظائف عديدة للشباب الكويتيين. بدينا في يمكن العام الحالي، إذا حد منكم لاحظ أن قبلنا ما يعادل يعني 280 مهندس ومهندسة في تخصصات كثيرة، وكذلك جاري استكمال التخصصات حسب الخطة التوظيف الموضوع، بحيث أن يكونون عندنا العنصر البشري من أهم يعني المبادرات اللي بالشركة، ويكونون جاهزين إلى تشغيل المشروع. طبعا تشغيل المشروع راح يكون في سنة 2019. احنا من الآن بدينا استقطاب يعني هذه التخصصات، وعندنا إعلانات قادمة بالتنسيق طبعا مع مؤسسة البترول الكويتية الكي بي سي والشركات الزميلة. فيعني نطمن الشباب الكويتيين ان هناك فرص وظيفية عديدة راح يتم استقطابهم لتغطية يعني هذه المشاريع الضخمة. أنا أبغازي، الكثير من الطلبة يتساءل أن القطاع النفطي قد يوصل إلى مرحلة اكتفاء من تكدس تخصصات الهندسة اللي عندكم، ولا الحاجة اللي عندكم قد يعني تغطي كثير من الطلبة اللي موجودين في كليات سواء الهندسة اللي في الكويت أو اللي في أمريكا والدول الخارجية؟ والله انا بدايه أنا اطمن يعني الشاب الكويتي الطموح ان الفرص دائما موجوده. القطاع النفطي الكويتي فيه تطور مستمر بتوجيهات عليا من الحكومه الرشيده وبدعم كريم من صاحب السمو امير البلاد حفظه الله. المشاريع لا تتوقف. الان انا تكلمت على مشروع الوقود البيئي، مشروع ضخم بقيمه 4 مليار و600 مليون دينار كويتي، يأتي بعد مشروع مصفاة الزور. الآن مؤسسة البترول الكويتية طبعا عندها دراسة كبيرة لإدخال مشروع ضخم في السوق الكويتي، مشروع البتروكيماويات، ويأتي هذا المشروع في كمجمع بتروكيماويات في منطقة الزور. يعني راح يكون
ان شاء الله مكمل لمصفات الزور. فالمشاريع الضخمه يعني مستمره في البلد هذا، البلد المعطاء، البلد الكريم. وانا يمكن ذكرت جانب ما يسمى الداون ستريم او مشاريع اللي هي التكرير، ما ذكرت مشاريع ضخمه عند شركه زميله، شركه نفط الكويت، ما يسمى الاب ستريم، كذلك عندهم مشاريع ضخمه ومشاريع طويله الامد. فالحمد لله يعني مسيرة المشاريع في البلد يعني ماشية، وهذه طبعا راح تفتح وظائف جديدة للشاب الكويتي، بالإضافة إلى يعني طبيعة الحياة أن 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 في يعني تقاعدات تهتم ويتم تغطية هذه الوظائف. يعني أطمنهم الحمد لله يعني الجانب، وطبعا هذا الجانب في القطاع النفطي، في بعد جوانب أخرى في قطاعات القطاع الخاص، قطاعات الحكومة الأخرى، وزارة الكهرباء بعد دول ما لديها مشاريع ضخمة. فأنا يمكن لي يعني ضيق الوقت ذكرت بعض المشاريع، لكن في مشاريع أخرى إن شاء الله نطمن الجميع. ما هو طموح المهندس محمد غازي المطيري وهو على رأس الهرم التنفيذي لشركة البترول الوطنية، وشنو نظرتك المستقبلية للقطاع النفطي من منشآت وكوادر متخصصة في رفع إنتاج طاقة العمل في المصافي؟ والله الحمد لله، طبعا الواحد يسعى أن يترك وراه أرث، يعني أرث يذكر وبصمة في القطاع النفطي. والحمد لله طبعا من أفضل البصمات اللي هي خلق يعني جيل من يعني القيادات اللي لكي تستمر المسيرة. والحمد لله طبعا سواء مؤسسة البترول الكويتية أو الشركات التابعة لدينا برنامج يعني خلق القياديين، وهذا البرنامج لكي ينمي العنصر البشري، وإن شاء الله يعني مستقبلا القيادات الموجودة. ويعني يهمنا استمرار المسيرة مثل ما احنا يعني استلمنا مسيرة من جيل كريم وجيل يعني أنتج الكويت، جيل يعني أعطى في الثمانينات وبداية التسعينات. الآن احنا استمرينا، إن شاء الله أن نسلم رسالة إلى الجيل القادم، وهذه طبعا من أهم يعني رسائل الهامة لدينا. وكذلك رفع مستوى الصناعة النفطية في الكويت من خلال المستوى الحالي والمستقبل. أبو غازي، خلنا ننتقل للجزء الأخير للشأن كرسالات وللطلبة. أبو غازي، شنو أهم الصفات اللي يتحلى فيها الناجح والأخطاء اللي تنصح الطلبة يتحاشونها بالذات في الفترة هذه وهم في مرحلة البكالوريوس أو المراحل الأخرى؟ والله أهم شيء بالنسبة للطالب الكويتي أنا يعني أحب أنصحهم بيعني المثابرة والتعلم. يعني التحصيل العلمي ليس فقط بالدرجات، إنما بالحصول على العلم ومصدر العلم والمتابعة لكي ننتج. لأن دائما التطوير يأتي من أين في العمل؟ يأتي من الموظفين الجدد، ودائما نتحدث مع الموظفين المهندسين الجدد أن إذا الموظف الجديد أو الطالب اللي متخرج ما يطور العمل، من راح يطور العمل؟ فأنصحهم طبعا في تركيز الاستفادة العلمية ومعرفة يعني ما وراء العلم، يعني الهدف من العلم أن تطبيقاته على مستوى يعني سواء في العمل أو لتطوير البلد. فشيء مهم أن التحصيل العلمي، التركيز، وبعدها كذلك أنصحهم في يعني التغلب على العقبات. لا بد أن يكون هناك عقبات، لكن أنصحهم بتخيلهم للهدف السامي اللي راحوا له كطلبة، وهو الحصول على الشهادة والتحصيل العلمي ورفع مستوى البلد. دائما يحطون أمام عيونهم هذه يعني الهدف السامي هذا، وأنا متأكد لما يتصورون هذا الشيء راح يتغلبون على كل المصاعب. المصاعب هذه تحصل بشكل طبيعي، لكن بدعم من زملائهم، بدعم من الدولة، بدعم من وزارة التعليم العالي، بدعم كذلك من القطاعات الأخرى، إن شاء الله يعني الطالب الكويتي مميز وراح يستمر إن شاء الله يكون مميز. وغازي، نبي منك في الختام، نبي منك رسالة أو بعض النصائح الأخيرة اللي توجهها للطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية الآن. والله طبعا أهم رسالة يعني لهم
خاصة الطلبة اللي يدرسون في الخارج سواء في الولايات المتحدة أو غيرها. أولا هم يمثلون طبعا بلدهم، فهم سفراء للبلد، يعكسون يعني صورة البلد والتقدم اللي حاصل، كذلك يركزون على المهمة اللي هم ذهبوا إليها التحصيل العلمي، ويعني استفادة القصوى من هذه يعني العلم الموجود لدى يعني الجامعات، وكذلك التركيز على الجانب يعني التطبيقي في العلم، يعني نفهم ما وراء النظريات، نفهم ما وراء يعني التطبيقات العملية، وكذلك يعني عند العودة الاستمرار في العمل التدريبي إلى أن يتم إن شاء الله يعني التحاقهم في أحد المجالات في البلد. كذلك من أهم النصائح اللي أقدمها للطلبة سواء في الداخل أو الخارج هو التركيز على القراءة. يعني لاحظت أنا حاليا أن القراءة بدأت تقل عند الطلبة، التركيز على القراءة، القراءة تنمي يعني الفكر وكذلك تثري يعني الجانب العلمي. ونصيحة أخرى التركيز على التجارب العلمية خصوصا للتخصصات الهندسية أو التخصصات الأخرى التي ترتبط في جانب علمي، التركيز على هذه يعني الأبحاث والنتائج، لأن بالنهاية تطوير الدراسة والعمل شيء مطلوب للطلبة. أبو غازي، في تخوف كثير من الناس مع هبوط مع استمرار الهبوط لأسعار النفط اللي حاصلة الفترة الحالية، فبالتالي تقل المميزات للوظيفة في القطاع النفطي، فهذا الشيء يترتب عليه عزوف للإقبال على القطاع النفطي من الكوادر الوطنية، فشن ردك على هذا الموضوع؟ والله طبعا إذا نتكلم على هبوط أسعار النفط، هي هذه طبعا ليست المرة الأولى اللي هبط فيها أسعار النفط، يعني حصلت يعني هبوط سابق، ويعني لها أسباب كثيرة يمكن ما نقدر نذكرها الآن، أسبابها عديدة، يعني منها تراجع يعني النمو في بعض الدول الكبرى مثلا كالصين، أو بعض الأسباب السياسية أو كذا. لكن يعني المهم في سؤالك أن تأثيره على الجانب الكويتي، أنا طبعا أؤكد لك أن الصناعة النفطية بالكويت طبعا صناعة متطورة، ويعني الكل يلاحظ أن تنوع في مصادر الصناعة، يعني عندنا شركات تنتج النفط للتصدير كنفط خام، عندنا كذلك شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC تقوم بتكرير هذا النفط وإنتاج منتجات يعني ذات قيمة عالية، فيكون في مردود يعني نوع من التنويع. عندنا كذلك شركة زميلة PIC صناعات الكيموات البترولية، كذلك البتروكيميكال يتم تنويع الاعتماد، يعني لا يعتمد في الكويت فقط على النفط الخام، في صناعات لاحقة. فيعني دائما هناك يعني بعض الاضطرابات في سواق النفط، لكن الصناعة النفطية مستمرة، وفي النهاية يعني خلاصة الأمر أن النفط الخام ما زال منتج متوفر وقيمته الاقتصادية يعني مقارنة جدا مناسب مقارنة بالخيارات الأخرى اللي موجودة، البدائل الأخرى النووي أو يعني مصادر الطاقة الأخرى، فراح يستمر الاعتماد على النفط سنوات طويلة. وكذلك الصناعة النفطية يعني متطورة مستمرة، فيعني أطمن الطلبة والطالبات أن بالنسبة يعني الاقتصاد النفطي بالكويت يعني مستمر، فما راح إن شاء الله يأثر على نمو فرص الوظائف، أكيد لها مردود يعني على ميزانية الدولة، لكن طبعا هذه الفترة يعني فترة هبوط النفط لها أسبابها، وإحنا يعني نتأمل أن ترجع يعني النفط إلى الأسعار العادلة كما يحصل دائما. في الختام حابين نشكرك المهندس محمد المطيري على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء، وإذا حاب تضيف كلمة أخيرة للمشاهدين وختام اللقاء. والله أنا بهذه المناسبة طبعا أحب أشكركم على هذا اللقاء، وأنا سعيد أني تواصلت مع يعني الطلبة الكويتيين بالخارج،
ويعني عجبتني فكرة يعني مبادر هذا العمل التطوعي، وبالعكس يسعدنا المشاركة في أي عمل يعني يخدم الطالب الكويتي سواء في الخارج أو الداخل. كل الشكر لك بغازي، وكل الشكر للسادة المشاهدين من طلبة وطالبات الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعينا في كل مكان على هذا اللقاء، ونتمنى أنكم استفدتم من هذا اللقاء ومن هذه الشخصية، ونلقاكم على خير مع ناجحون من وطني في مجالات أخرى بإذن الله.